للمزيد من التفاصيل عن تدخل القطاع الصحي في العراق وانهياره في ظل الفساد والإهمال وسرقة الأدوية وبيعها في السوق السوداء، ينضم إلينا عبر سكايب الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور حامد الصراف. دكتور حامد، مرحبا بكم. وزارة الصحة في العراق صار البعض يتندر ويقول هي وزارة الأمراض ووزارة الفساد وليست وزارة الصحة. يا ترى ما الأسباب التي جعلت وزارة الصحة تبصم ببصمة الفساد وبصمة يعني قتل المواطن بدل استشفاء المواطن؟ شكرا جزيلا على الفرصة، تحياتي لكم والمتابعين الأعزاء. للأسف الشديد يعني استشراء الفساد عم على كل قطاعات العراق الآن، وخصوصا ما يتعلق الأمر إذا كان هناك قطاع عام، يعني الدولة تهيمن عليه وجزء من القطاع خاص. يعني نعرف أنه هناك مستشفيات وهناك يعني عيادات طبية كانت تابعة للدولة، لإدارة الدولة، وكانت تقدم الخدمات الطبية بشكل جيد قبل السقوط وقبل الحروب أيضا. يعني لا ننسى أنه الحروب لها تداعياتها، لكن للأسف الشديد الآن كل شيء الآن خاض لإقادة حيتان الفساد. استشراء الفساد الحقيقة للأسف الشديد عم حتى على القطاع الصحي، يعني هذا القطاع الآن يتعرض لمزيد من النهب والتدمير. وطبعا رغم أنه العراق يحتاج إلى مستشفيات عديدة، والآن القطاع الصحي في دول حتى دول الجوار تطور كثيرا، الآن لم تعد الآن المستشفيات تعد بمئات 400 500 سرير، وإنما الآلاف مدن طبية الآن تنشأ بطريقة حديثة تقدم الرعاية الصحية لمواطنين هذه المدن. في العراق الآن النهب والسرقة وحرق حتى حرق مذاخر الأدوية أحياناً والمستشفيات يتم بإرادة الفاسدين، تسرق كميات كثيرة من الأدوية ثم يغطون على هذه السرقات فتحرق بشكل متعقد لتغطية على البائع وغيرها. زائد أنه لا ننسى أيضا هناك مسائل أخرى تتعلق بالبيئة. البيئة العراقية للأسف الشديد أصبحت الآن يعني مستوطن حقيقي لبعض الأمراض المزمنة، يعني حتى من الجنوب من البصرة إلى شمال العراق الآن هناك تنوع بالأمراض، يعني الأمراض السرطانية، أمراض الكوليرا، أمراض الهاليديا، أمراض التيفوئيد، أمراض لأسباب البيئة حاضنة لهذه الأمراض في العراق. والتلوث، يعني البيئة الملوثة الآن تساعد كثيرا على انتشار الأمراض. واليومين الأخيرين شفنا أنه هناك يعني شكوك حول الإصابة بمرض الكوليرا، فلذلك هذه نقطة. النقطة الأخرى المهمة هو عدم وجود الكفاءات العراقية، هناك هجرة للعقول العراقية خصوصا من في مجال الطب الرعاية الصحية. هناك يعني أطباء يعني مشهود لهم بالخبرة والأمانة والنزاهة يغادرون العراق لأسباب أمنية الآن أصبحت، وهناك تخصصات حقيقة يفتقد لها القطاع الصحي العراقي. أكيد أكيد الأمور الآن يعني تؤشر من قبل المسؤولين أنفسهم، يعني وزير رئيس الوزراء محمد الشعباني أول ما استلم رئاسة الوزراء ذهب إلى مستشفى الكاظمية لما شاف بأم عينه سوء الخدمات في هذه المستشفى. والمستشفى الكاظمية تعتبر المستشفيات المهمة، يعني مستشفى تعليمي وكبير، قال قولته المشهورة يعني الله لا يوفقنا على سوء الخدمات اللي تقدم. يعني عندما يشاهد المواطن العراقي دكتور حامد المستشفيات في غزة المنكوبة التي يقصفها الكيان الصهيوني على منذ أكثر من يعني 323 يوما، يشاهد المواطن العراقي المستشفيات وحالها في غزة، هناك يعني فارق كبير في المستوى، فارق كبير في التطور ما بين المستشفيات في غزة وما بين المستشفيات في العراق. يعني مستشفيات غزة تفوقها ربما بمئات المرات من التطور من النظافة وإلى آخره، رغم ما نشاهد من مشاهد مأساوية ودماء وقتل وجرائم يرتكبها الكيان الصهيوني بحق أهالي غزة. يعني في العراق سلم، لا يوجد حرب، مع ذلك هناك نهب وسلب إلى أبعد حد
وكأنما يريدون أن يمتصوا دماء الشعب العراقي من مرضى ومن مصابين بالسرطان ومن مصابين بأمراض مزمنة، يعني حتى المريض لا يسلم من بطش هذه الحكومات. طبعا هذا لسان حال المواطن العراقي. يعني من وجهة نظرك، منظمة الشفافية الدولية وصفت العراق بأنه من أكثر البلدان فسادا في العالم، أكثر دول العالم فسادا، يعني هذا الأمر يعني ألقى بظلاله بالتأكيد على القطاع الصحي. ولكن هل المشكلة في البيئة؟ هل المشكلة في البيئة العراقية؟ هل المشكلة في النظام العشائري مثلا الذي يهدد الأطباء لذلك يهربون؟ هل المشكلة في الحكومة؟ الحكومة هي حكومة سارقة، هم يقولون نحن جئنا لنسرق. يعني الآن عندما نريد أن نحدد المشكلة، نشخص المشكلة، نضع يدنا على الجرح، أين يعني لطالما الاتهام للحكومات، ولكن أين المنتسب الذي جاء من الشعب العراقي؟ أين الموظف الذي هو ينتمي إلى الشعب العراقي؟ يعني أليس هناك من غيرة على المرضى، على المصابين بالأمراض المزمنة، على كبار السن؟ لماذا هذه السرقات بلا توقف وبلا هوادة؟ النظام هو فاسد يعني باختصار شديد. يعني منظومة الفساد الآن استشرت حتى شملت الموظفين والعمال المستطاع، لأنه هذه أيضا متعلقة بالتربية، متعلقة بالثقافة، متعلقة بالانتماء للوطن والانتماء لهموم الناس. يعني هموم الناس خصوصا المرضى، والمرضى هم يعني أضعف الناس الآن في العراق. وللأسف الشديد لا توجد خطط تنمية. يعني في العراق الآن نسبة المواليد سنويا 3% من نفوس العراق، يعني أكثر من 1,000,000 مولود جديد سنويا، يعني تقريبا 1,500,000 1,300,000 مولود. هؤلاء يحتاجون إلى رعاية صحية، يحتاجون إلى ليس وحدهم، أمهاتهم، المواليد، المستوصفات يعني والمستشفيات الولادة. يعني هذه القضايا الحقيقة تخضع، يجب أن تخضع في أي دولة إلى رعاية كاملة. ميزانيات الدولة تتركز على القطاع الصحي، التربوي، الثقافي، الإعمار، الإسكان، البيئة. هذه تعتبر ثانوية بالنسبة للآن الشأن العراقي للأسف الشديد. زائد أنه إحنا لو قارنا الآن، هناك مثال بالحقيقة مناسب جدا للشديد ما يتعرض له أشقائنا في غزة. هناك خلال هذه الأشهر رغم وجود وفيات، لكن هناك 30,000 ولادة جديدة في غزة، رغم أنه أيضا هناك معاناة في توفير الأدوية للأم وللوليد الجديد، لكنه هناك شفاعة عند العمال والموظفين، هناك تضامن، تكافل اجتماعي نسميه احنا في حتى مناطق الحروب وما تتعرض غزة. يعني لا نحتاج إلى توضيح كثير من الأمور والمآسي والكوارث اللي مرت بها غزة على مدى أكثر من 10 أشهر. لكن في العراق البلد الآن يعني يتمتع بموارد هائلة، مئات المليارات من الدولارات ضيعت، يعني تريليون و 400 مليار دولار خلال هذه السنوات منذ 2004 2005. لم تنشأ مستشفى بها حظ مثل ما يقال في العراق. بينما يعني اذا عملنا يعني في دقيقه واحده دكتور، اذا لو عملنا مثلا مقارنه بسيطه ما بين دوله ليس فيها موارد نفطيه مثل الاردن وما بين العراق الذي هو على مر التاريخ غني بموارده البشرية والنفطية والمعدنية، يعني ما الذي يجعل هذه الفجوة بالسنين الضوئية ما بين عمان وما بين بغداد في القطاع الصحي؟ عزيزي المقارنة بسيطة جدا، هو أن هناك استقرار أمني، هناك انتماء للوطن، هناك نظام سياسي يمثل الشعب، يمثل إرادة الشعب، يعتني بالإنسان منذ ولادته وإلى مماته. لذلك هذه القضية، ناهيك عن، لا ننسى هناك أطباء عراقيون يعملون في المستشفيات الأردنية بكل مهاراتهم، بأمان، يعني ما يقال بكل خبرتهم. لكنه لما يأتي للعراق هناك
مشاكل كبيرة يعاني منها الطبيب والمريض والأهل وذوي المريض والوليد الجديد. هذه هي المشكلة الكبيرة اللي يعاني من عدد الشعب العراقي للأسف الشديد. شكرا جزيلا دكتور حامد أصراف الأكاديمي والباحث السياسي. شكرا لكم.